دكتور دكتور حقني دخيلك. لك شوفي شوفي، ما سمعت شو عم بيصير بالبلد دكتور؟ لا شو عم بيصير؟ لك طالعين مظاهرات ضدي. العمى ضدك انت؟ لك ايه ضدي. وليش بقى؟ بيقولوا انه انا زلمة عنيف وكتابي بيحرض على الكراهية وهدفي اسلمت الغرب. عجبك بالله عجبك، الناس انجنت يا دكتور انجنت. يعني هاد الحكي ما في منه؟ طبعا لا، هي كلها مجرد ظنون سيئة دكتور. ولك معقولة كل هالناس طالعة ضدك بسبب ظنون سيئة يا اسلام؟ ايه دكتور، الناس مصابة بمرض الاسلاموفوبيا، يعني خوف غير مبرر. راجع نفسك يا اسلام، راجع نفسك، ممكن تكون تصرفاتك وافكارك هي السبب، يمكن يكون عندك نوايا غير سليمة. الله وكيلك يا دكتور، نيتي سليمة وما بدي شيء الا انه الناس ترجع عن الكفر. وكيف بدك تخلي الناس تترك الكفر؟ لازم تتبع دين الله. يعني الجماعة كمان معهم حق، هدفك تأسلم البلد. يا دكتور الدعوة إلى الإسلام هي من أصول الدين، وأنا لازم مارس ديني على أصوله. وبعدين رسولنا صلى الله عليه وسلم قال بالحرف الواحد: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. يعني غصبا عن اللي بده وما بده دكتور. ماشي دكتور. أسلمي بالإكراه يعني؟ لا لا دكتور، أسلمي ودية بالتي هي أحسن. إيه باين باين. وبتعتقد أنك راح تنجح في أسلمة الغرب يا سيد إسلام؟ إن شاء الله إن شاء الله دكتور، بالتدريج. أول شي بدخل عاداتي وثقافتي وشريعتي على البلد، قضاء إسلامي، أعياد إسلامية، دروس إسلامية، حجاب، نقاب، لحمة حلال وإلى آخره. هيك شوي شوي بدخل إسلام كل بيت. وإذا أنا ما بدي الإسلام يدخل بيتي؟ لا لا لا، ما بنصحك تقام دين الله دكتور، لأنه الوصية بتقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. بدك الحقيقة؟ الفوبيا عند الناس مبررة لأنه النصوص تبعك مرعبة وأفكارك عدائية يا سيد إسلام. إيه بس الفوبيا ممكن تعمل ردود فعل غير محسوبة وتعكر صفو السلم الأهلي دكتور. ما شاء الله شو قلبك على السلم الأهلي. بدون النصوص تبعك الدنيا بألف خير يا سيد إسلام.